إن عظماء الثورة التحريرية كثيرون، ومن ضمنهم المجاهد المتوفي سعود النعيمي الذي عرف باسمه الثوري حسين. ولد المجاهد سعود النعيمي يوم 7 جانفي 1937 بالبلدية التي تعرف حاليا ببلدية رأس الماء ولاية سيدي بلعباس، ابن ميلود ودحماني سكورة، من عائلة محافظة، وهو الابن الثالث في الترتيب العائلي. درس بالمدرسة الابتدائية الفرنسية، وبعد ذلك واصل مساره في حفظ كتاب الله بالزاوية التيجانية. التحق المجاهد سعود النعيمي بصفوف جيش التحرير الوطني فور استدعائه، وذلك بشهر ماي سنة 1959 بجبل العمورة، وأصبح عضوا بصفوفها فتقلد عدة مناصب. واصل جهاده إلى غاية الاستقلال سنة 1962. كان يتميز ببنية قوية وشجاع إلى أبعد الحدود. شارك في عدة معارك، أهمها معركة جبل مزي بعين الصفرة ولاية النعامة، التي تعد من أكبر معارك الثورة التحريرية، كانت فريدة من نوعها، حيث استعمل فيها أسلحة النابالم المحرمة دوليا. تسلسلت أحداثها أيام 6، 7، و8 ماي 1960 في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال. تكللت بخسائر مادية وبشرية، منها 101 شهيدا و74 جريحا، وكان المجاهد سعود النعيمي من بين الجرحى، حيث أصيب في رجله اليسرى. واصل نضاله بعد الاستقلال بصفوف الجيش الوطني الشعبي على مستوى ولاية سيدي بلعباس، ثم خرج إلى الحياة المدنية. بعدها لزم منزله برأس الماء ولاية سيدي بلعباس إلى أن وافته المنية رحمه الله مساء الثلاثاء 10 ماي 2011 على الساعة 3 زوالا، عن عمر يناهز 74 سنة. بعد إصابته بمرض لازمه الفراش، ودفن بمسقط رأسه بمقبرة رأس الماء ولاية سيدي بلعباس. اللهم ارحمه وارحم جميع شهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر حرة مستقلة.